مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة وفي وصفة جديدة. الوغ اليوم جيتكم ان شاء الله بدو نوفيل ريسيت. بالنسبة لا بروميير ريسيت راح ندير معكم ان شاء الله دي بات ا لا صوص بلونش و لو بولي عجائن بالصلصة البيضاء والدجاج. وبالنسبة لا دوزيام ريسيت رانا رايح نديرو ان سموثي ا لا فريز. هاد لي دو ريسيت في زوج خفاف ظرف بزاف بنان وما يشدوش معنا وقت في لا بريباراسيون ديالهم. الوغ تبعوا معنا لي زانغريديون. بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع لا بروميير ريسيت اللي هي لي بات ا لا صوص بلونش. عندي هنايا كونتيتي تاع لي بات. استعملت انايا لي فارفال ولا لي بابيون كل واحد كيفاش يزقيلهم. نحب نستعمل بزاف هاد لا فورم هادية تعجبني وانتوما استعملوا الشكل اللي حبيتوه. عندي هنايا 4 صدر تاع الدجاج قطعتو دي بتي كوب. هنايا عندي حبه بصل كبيره قطعتها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. عندنا كميه تاع الزيت بيان سور كاس تاع لا كريم فريش وهنايا كميه قليله تاع الملح وكميه قليله تاع الفلفل الكحل. كما راكم تشوفوا معايا هنايا في قديره حطيت الماء يغلي مليح. نضيفوا عليه قطيره تاع الزيت ماشي حاجه غير شويه على بالي كامل تعرفوا تغلوا لي بات بصح اون سي جامي يكونوا معنا فلاشين بنيتات هم حابين يتعلموا يطيبوا رانا هنا باش نعلموهم بيان سور. زدت كميه قليله تاع الملح ونحطوا لي بات ديالنا. بسم الله درنا هذيك الكميه القليله تاع الزيت باش لي بات ديالنا ما يلصقوناش في لو فون تاع القدره ودرنا بيان سور هذيك الرشه تاع الملح باش ما يطيبوناش سنتين. فوالا ونخلوهم يطيبوا. بالنسبه لا دوري تاع لا كويسون تاعهم توجور انايا لي بات ديالي سوا ماكارون سوا هاد لو ستيل تاع لي بات سوا لي سباغيتي اي بات نغليهم نخلي لا دوري تاعهم ما بين 8 دقائق حتى ل 9 دقائق باش يطيبوا لي بيان ويطيبوا لي شادين روحهم. لو كان نخلوهم يطولوا بزاف لا فورم تاعهم راهي رايحه تروح ويطيبوا لنا بزاف متلوقين. فوالا نخليهم يغليو ونروحو نوجدو كيف لا صوص. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع لا صوص بلونش ديالنا. هنايا جبت مقله نخلوها تسخن شويه ونديرو حوالي واحد 3 مغارف هكاك تاع ماكله تاع زيت. هنا ما نكتروش بزاف. بعد ما سخن الزيت نضيفو هنايا الكميه تاع البصل هذيك حبه بصل اللي قلت لكم قطعناها شكل صغير ونخلوها تتقلى وتتحمص بيان. هنا نخلوها حتى تدبل ونضيف عليها باقي المكونات الاخرى. بعد ما دبل معنا شويه هذاك البصل نضيفوا عليه هنايا هذيك الكميه تاع الصدر تاع الدجاج اللي قلت لكم قطعناه دي بتي كيوب وكيف كيف نكملوا نقلوهم. فوالا هاد لاصوص راح تجينا بزاف بنينه نحب نديرها بزاف مع لي بات فيها ان غو سبيسيال. وصفه خفيفه ظريفه اي اون ميم طون بزاف بنينه وكما قلت لكم ما تاخذش معنا بزاف وقت في طريقه التحضير. فوالا نقلوهم كامل كيف كيف نتبلو هاد لا فارس ديالنا نديرو لها شويه ملح وشويه فلفل الكحل ونواصلو نخلطوهم كيف كيف باش يتقلاو ويدخلهم الطياب. اي بيان سور من داك فقدوا لي بات ديالكم شوفوا وين وصلوا في لا كويسون ديالهم ما تنساوهمش. فوالا مازال شويه فوالا توجور نحركوا هاد لي زانغريديون ديالنا باش يطيبوا. لي بات ديالنا هنايا راهم واجدين نحطهم في كسكاس باش يقطروا لي بيان نصفوهم كامل ونحطوهم بجهه باش يقطروا لنا. نصفوهم مليح ونقطروهم الماء ديالهم. بعد ما تقللنا بيان هذاك البصل مع البولي ولي زيكيس جو هنايا نمرقوهم بهذاك الماء اللي طيبنا فيهم لي بات. فوالا باش نخدموا لاصوص حتزيد لهم بنه على بنه. فوالا نمرقوهم بيان باش لي بات ديالنا ما يجوناش ناشفين. نمرقوهم ونخلوهم يكملوا طيابهم في غردهم. فوالا نعاود ندني المقله ديالي ونخلوهم يطيبوا في راحتهم.
بعد ما طابلنا هذاك الدجاج مع البصل نجيو نزيدو عليه هنايا هذاك الكاس تاع لا كريم فريش اللي قدمته لكم في لي زانغريديون. لا كريم فريش كيف كيف راح تزيد له في البنة نخلطوا هاد لي زانغريديون كيف كيف باش لا كريم فريش هذيك تتحلل كامل مع لاصوص. انا ونخلوها تغلي قيمه زوج دقائق هكذاك باش طيب لنا هاد لا كريم فريش. فوالا كيما راكم تشوفوا معنا هنايا لي بات ديالنا راهم واجدين ولا صوص بلونش بالبولي كيف كيف راهي واجده. اللي يحب يزيد لها فرماج غابي يقدر يزيد لها حزيت لكم في البنه ويعطيكم ان بون غو. اليوم انا استغنيت عليه باسكو طلبوا لي في الدار هاد لا صوص بلونش سون فرماج. فوالا وبالنسبه لو دريساج كان اللي يحب يحط كامل هاد لي بات ديالو في لاصوص ويخلطهم كامل ويخليهم يشربوا ويقدمهم، وكان اللي يحب يسقي لي بات ديالو دون جون اسيت ويفرغ عليهم هاد لاصوص بلونش بالبولي كيما نحبها انايا. انايا هكذا نفضلها، جو بريفير نسربي لي بات تاعي في لاسيت ونسقيهم بالفوق. المهم كل واحد ولا شوا ديالو، وفي زوج راح يجيكم بنان كسوسوا تفرغوا لي بات هنايا ولا تسقوهم بالفوق، البنه حتجيكم هي هي ويجيكم في زوج بريزونطابل. جوزو دوكا تيك لا دوزيام غوسيت باش نحضروها كيف كيف اللي قلت لكم ان سموثي ا لا فريز تري فاسيل ا فير اي اون ميم طون بزاف بنين. عندي هنايا حوالي 300 غرام تاع لا فريز قطعتها دي بيتي كوب وخليتها تتكونجلا لي في الكونجيلاتور. عندي هنايا 3 كيسان تاع حليب، هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، هنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لا غلاس بوفاني هذه خدمتها في الدار، واللي ما عندوش في الدار بيان سور يقدر يشري هذوك تاع البايط متواجدين في الاسواق. وعندي هنايا ان بو تاع ياغورت كو فريز، بالنسبه للياغورت تقدروا تغومبلاسيوه بكاس تاع لا كريم فريش. اليوم انايا ماهيش حاضره معايا، استعملتها في لي بات الوغ عوضتها فوالا بلو بو تاع الياغورت فريز. نعطيكم اون بوتيت ريمارك بالنسبه لي فروي تاعكم كي تجوا رايحين تخدموا ان سموثي لازم يكونوا كونجلي باش لو سموثي تاعكم يجيكم ناجح ويجيكم بنين. نيمبورت كيل سموثي تاع نيمبورت كيل فروي اللي راكم رايحين تحضروه لازم قلت لكم لي فروي يكونوا جامدين، الا لي فروي تاعكم ما كانوش جامدين تقدروا تعوضوهم بلي غلاسون، وبيان سور الحليب توجور يكون بارد باش نتحصلوا على نتيجه مليحه وبنه هايله. بسم الله نبداو لا بريباراسيون. جبت هنايا ان ميكسور ولا بلندر كل واحد واش عنده. نبداو نحطو هذيك لا فريز ديالنا قلت لكم كونجلي، نحطوها كامل هكا باش تشوفوا بيا في الكاميرا. هنا نرفدو الحليب اللي طاحو لنا، نضيفو عليها بقيه المكونات هذيك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، نزيدو هذيك المغرفه تاع لا غلاس غوفاني كيما قلت لكم كل واحد يدير لو غو اللي يحب، تقدروا ميم ديروا غو تاع لا فريز. انا حبيت نكاسي لو غو تاع لا فريز تاع لا فاني يتماشاو لنا بزاف هاد لي دو غو. نزيدو هذيك لو بو تاع لو ياغورت كيما قلت لكم اللي حبيت تعوضوا بلا كريم فريش تقدر تعوضوا وحتتحصل على نتيجه هايله. بيان سور نزيدو هادوك 3 كيسان تاع الحليب قلت لكم لازم يكون بارد باش نتحصلوا على بنه رائعه. فوالا ونميكسيو كلش بيان سور ولو سموثي تاعنا راح يكون واجد. نبداو نميكسيو كامل لي زانغريديون ديالنا بسم الله. لا تيكستور ديالو كيفاش جاتنا، جانا ما شاء الله، كان يحبو بزاف خاطر وكان يحبو خفيف كيما حنايا في الدار نحبوه موايا فوالا. نفرغ معاكم لو سموثي ديالنا نشوفو كيفاش جا، فريمون خرج ما شاء الله. مام هاديك لاستيوس كي ديرولو لاكلاص راح يجيكم بزاف بنين، يعطيكم بنة مخالفة فوالا. و بيان سور هاد لي تخوك يحبو لا ديكوراسيون تزيد فيهم النص. الوغ طلعت هنايا عندي في لابوشا دو ديالي لا كريم شونتيي، طلعتها ايباس شويه خاتمه شويه باش تشد لنا في لا ديكوراسيون ونبداو نديكوريو. هايدا نديرو لمسه خفيفه فوالا، نزيدو الكاس الثاني. طلعت كاس شونتيي مع نص كاس تاع حليب فوالا، حليب بارد بيان سور
باش تجينا لا شونتيي ديالنا كيما قلت لكم ايباس وخاطره. فوالا دورو هكذايا اون بيتي توش برك تاع لا ديكوراسيون. فوالا اي بيان سور بويسك لا بواسون تاعنا تاع نهار اليوم كانت بلو غو فريز نديكوريوها هنايا بحبيبات فريز. بالنسبه لا ديكوراسيون كيما نقول لكم توجور سي او شوا نحطو لو سموثي تاعنا يبرد ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا تاع لا بريزونطاسيون. هم لي كليغوسات تاعنا تاع نهار اليوم بعد ما وجدو لي كانوا لي فارفال على صوص بلونش اي او بولي دي بات خرجوا ما شاء الله بزاف هايلين. وهذايا بالنسبه لو سموثي على فريز كما شفتوا معنا وصفات سهله خفيفه وبزاف بنينه ولو بلوز امبورطون ما شدتش معنا وقت. هاهم لك لي بات ديالنا كيفاش جاونا ما شاء الله ماشي معجنين كما راكم تشوفوا فيهم وخفاف ريحه لاصوص تاعهم راهي دايره حاله. نتمنى ان شاء الله تجربوا لي بات بهذه الطريقه هذه وينالوا اعجابكم. وهذايا بالنسبه لو سموثي كما سبق ليا وقلت لكم وصفات خفيفه هايله وبزاف بنينه. مليح الواحد يبدل في لي غوسات تاعو ماشي توجور نديرو لي بات بلا صوص روج. جربوه بهذه الطريقه اكيد راه يعجبكم. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الا عجبتكم هذه لا فيديو ما تنساوش تكليكيو سور لا كلوش باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.